الظاهر انهم نسيوا في الساعة من يوم الكامل يوسعوا له صف قولوا ابغى اشوف كيف يخلينا نهزم هالخشم بطوله مسك الساحب كم تصدير يدي انا من قدي ما في راجل سوى شرم سلم مني يفتح هذه الخطة مش شد بالتفسير بالضبط زي ما احنا خمنا سمعتوا من الطرف الثاني بس احنا لسه ما تكلمنا انا المضروب في هذه الحالة دخلت المستشفى برجولي وغيري جابوا بالنقالة النتيجة يوم الحكة حضرة صاحب بالتبكالة ما ابغى نص يدس ترجع وتدور للصهاريج الناس اللي كانت حضراها الناس تشهد لي بهالنتيجة عشرة خشوا في مكة وانضربوا بحديدة وكملوا يوم بغيها راس براس هو عارف انه ما جمل سبب نومي في المستشفى مجرد ضربة الحديدة فرشوا منهم ما بيعترفوا هالعادة ما هي بجديدة يا ريم انقوموا في اولكم يلي تقولوا مكة وتلطش لولا ضربة الحديدة كان اعرف كيفك اتلطش ما بفوق صفحات قديمة بس ما وضح الحقيقة ما قدروا علي في الرب ووحدوا صفوفهم واختاروا للمشاكل طريقة يا محمد رجع اللحن لسه ما خلص كلامي لو تتقطع كل اطرافي ما ارفع راية سلامي كلام الجاي الفئة معينة انا اخصها يمكن ما عندي ستايلات ولا فلوات بس عندي اوزان وربي ما تجيب نصها نزل فيا مية دس وربي ما برد عليك بس السؤال اللي اطرح نفسه بعد دس كلمة عوق ردت عليك في يومين الدس كان بمثابة كف اللي حمر لك وجنتين ولك عين بتتحداني انا شحطك مرة واحدة فتحلم بالخيط الثاني المشكلة خلاص انتهت كل واحد خد حقه بيد الدور عليكم يا البقية فردا فرد جروب هدوا يلا عدوا واستعدوا وابغى اشوف شنب من فيكم يكون خصم المكاوي انا فرعون الراب ها في الضغط طول حكة قوة الدسة خليت الخشم ابتس واحد البؤساء منه شاب تعزته برضو ما تاب ايش الحل شكلي في النهاية بخربها مع الطيور هذه الساحة واقلب وما خل جبل وهزني ريح اذا قصدك الحق النفا يا مخنث استريح ما تعدوها احصل قلعة عيال مكة مرمى مواضيع اللي هدوها واذا جت على سمعك اسمي في الرابل عن ابوها في الرابل عن ابوها في الرابل عن ابوها لو جيبوها بالرجالة كل واحد فيكم لحاله مسك المايك واسخط فيكم يا زبالة استلف كل مخصي منكم بنفس اسلوبه واحرق استلف مجاله يلي تهايط في المواضيع او تهايط في الردود مجرد شراد تكرهني من فني كل واحد حدد ما تدري كل ما تكرهني كل ما اقوى يا حسود شو ما اشوفكم في الحقيقة كل واحد من صوتي شرد راجل وقد هاللحية الى الان يمديني اوديك كل واحد فيكم في داهية جرد رفع بالسماعة جمر مغرب بنزين ومستني بس الولاعة انا الفينومينون اللي وقف الساحة على رفضه يلعن ابو العش والملح يلعن ابو ام الصحبة وباني اللي يحبني لاجلي وباني اللي يبغى المصالح ومن اليوم ورايح صراحة ارد على اللي زدني لو اجلس سنيني صايح رضية اني اشهرهم عندهم 100% كل من فيهم طالب جرق منزل دسوا عليا يتحرش فيا ويوم ما انا ارد واحس ساعتها بموقف ضعف يبتدي شغل الحمية والقى قدامي 100 كلهم يا ابوي استعرضوا عضلاتهم عليا ما ياثر فيا لاني عارف النتيجة كل هذول اللي يسبوني من دساتي هم خريج اتعلموني يتفقهوني يتلطفوني عيال رجال عيال رجال عيال رجال اسمنا الدراب القادمة مشيها مرة واثنين ثلاث مرات وانتظر اللحظة الحاسمة هذه كانت الخطة لكن ما في احد فيهم يستاهل انزل مقام وشبهكم بالمان اللي يخرج من زبي في احتلامه